خدمات كثيرة تقدمها البوابة التعليمية لكل ما يرتبط بالعملية التعليمية. تعليمية البريمي تدشن حملة إعلامية عنوانها بوابة تعليمية خدماتها تقنية لإبراز خدماتها بطريقة ميسرة تصل إلى كافة المستهدفين بكل سهولة ويسر، لا سيما أولياء الأمور. هناك يعني ما يقارب 750 خدمة موجودة في البوابة، والآن يعني بدأت تنطلق إلى استخدامها في البرامج في الهواتف الذكية، وبالتالي حملات من القبيل ستساعد بشكل كبير جدا في تعريف ولي الأمر مثل ما هو يستهدف، تستهدف حملتكم للتعريف بهذه الأنظمة. يعني أنا هذه الخدمة وأيضا خدمة وصال التي هي تقوم بنقل يعني كافة فعاليات هذه الحملة، أظنها بتكون مساعد بشكل كبير جدا لأبناء المنطقة، لأولياء الأمور، كل الشرائح المتعامله مع البوابه التعليميه، في انها تساعد فعلا على الاستفاده من هذه البوابه. مرشد شخصيه اعتباريه تم اعتماده حصريا لمرافقه هذه الحمله في مختلف الوسائل كمقاطع الفيديو والاعلانات الورقيه وزيارات المدارس. الاساليب يعني تتماشى مع المستجدات الحديثه للاعلام وهو التواصل الاجتماعي، كونه اسهل وصولا الى ولي الامر بصوره او باخرى، وبالتالي ذكرناه في معرض الافتتاح على ان الوسائل المستخدمه هي قد تكون وسيله الواتساب، كونها انها وسيله تصل الى مختلف الشرائح وبصوره سريعه جدا. هذه الحمله والتي تم تفعيلها مسبقا ستعتمد ايضا على عدد من التطبيقات لسهوله التواصل مع ولي الامر كالتويتر والواتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. ما في شك انه التطبيق طبعا خدمه طيبه جدا لولي الامر، يساهم طبعا في تبسيط الاجراءات، اصبح لولي الامر الفرصه لمتابعه ابنه، اختصر عليه الوقت والجهد، وعن طريق هذا التطبيق استطاع ولي الامر المتابعه الفوريه لابنه ومستواه التحصيلي وكل الجوانب المتعلقه بالطالب في المدرسه. انور بن زاهر الغريبي، محافظه البريمي.